قبل الفتح ماي 2021، أعلنت وزارة العمل عن المراجعة السنوية لمعاشات ومنح المتقاعدين. بعدها بأيام معدودة، ذات الوزارة تعلن مرة أخرى أن المشروع لا يزال قيد دراسة وسيدرس في الأسابيع المقبلة. اليوم وبعد مرور 6 أشهر لم يتغير أي شيء، وبقي المشروع حبرا على ورق. العينة من رحم المعاناة، محمد متقاعد براتب لا يتعدى 30,000 دينار، والذي تقابله التزامات تتعدى قيمة الراتب في بعض الأحيان. فئة كبيرة اختارت أعمالا إضافية لتحقيق توازن ولو نسبي بين المعاش التقاعدي والمتطلبات اليومية. أنا جيت شيف سيرفيس جيستيون دو بيرسونيل بارك زولوجي دام لاكنون، مدة 31 سنة وأنا نخدم شركة. جات إن ديزوليسيون تاع شركة، رحت فايت، خرجت أفيك إن ريتريت أونتيسيبي باش الناس تفهم. أنا خرجت أفيك إن ريتريت ب 30,000 دينار، عندي ميم لافيش دو باي عندي هنايا، وأنا أوبليجي دوك نعاون روحي هكذايا. الناس لي ريتريتي باش يفهموا الغاشي، نص كبير كاع عندهم أديال، عندهم ال بي بي، عندهم ال بي ا، لا بي تاعو كاين اللي يخلص لا ديالو اكثر من لا بي تاعو. بالرغم من ان سياسه مراجعه الاجور لم تطلها تعديلات كبيره، الا ان المطالب اليوم بضروره وضع استراتيجيه تحد من تهاوي القدره الشرائيه للمتقاعدين من محدودي الدخل ورفع المعاشات بنسب تتماشى والاحتياجات الاساسيه. نقول يزيدوا 200 300 واش رايحين يديروا؟ وحنا هاد الزياده اللي هضروا عليها حبينا نفهموا وراهي لاحقه، شكون يحبسها وعند شكون ينحش يزيد لي ريتريتي؟ حنا لي ريتريتي مالغير غدوي بالك يزيدوا لنا 2000 3000 دينار ما دير والو. حنا مليون والله ما يدير والو. هاي لا ريتريتي شحال خرجت انا؟ كنت 31 سنه في شركه. هاي ليك شوفي، هاي ليك خويا 30,000 دينار 30,000، 31 سنه في شركه شاد سيرفيس جيستيون دو بيرسونيل، شوف واش خرجت. الواقع الصعب الذي تعيشه فئة المتقاعدين بالجزائر يضع ملف التقاعد أمام تحديات كثيرة تستدعي إصلاح المنظمة ككل، تمشيا مع حماية القدرة الشرائية والمتغيرات التي يشهدها السوق كل سنة.